مشاهدينا مع نهاية فقراتنا لهذا الصباح من حلقتنا ليوم جديد رح نتحدث عن الصدمات. أحيانا منواجه بحياتنا صدمات مختلفة بأنواعها وأيضا بنسبها. ممكن أوقات كتير نتلقى الصدمة نوقع شوي ومنرجع نوقف، ولكن أحيانا منتغلب كتير. كيف ممكن أنه نرجع نستعيد طاقتنا وحيويتنا بالعديد من الصدمات اللي ممكن تواجهنا بهاي الحياة، ومن هاي الصدمات الصدمات العاطفية. اليوم رح نتحدث أكثر عن موضوع الصدمة، عن مراحل الصدمات، ورح نتحدث عن الصدمات العاطفية وكيف ممكن الواحد يقدر أنه يكمل طريقه بعد حالة انفصال أو بعد حالة كسر قلب زي ما بيقولوا. الله لا يكسر قلب حدا. اليوم كل هاي التفاصيل وأكثر رح تكون من خلال لايف كوتش مدربة مهارات الحياة عبير جبجي. صباح الخير عبير. صباح الخير أليكس، كيفك؟ ومنيحة أنا كويسة، والله يبعد عنا كل الصدمات. يمكن كنا مبارح بنتحدث أنا وياك ومنقول، قلتي لي شغله كثير حلوه، دائما بيقولوا الضربه اللي ما بتكسر الظهر بتقويه، بس انت قلتي لي شغله هيك خارج يمكن تعريف الصدمات، بس قلتي لي شغله عجبتني كثير من خلال قراءاتك. حكيت لك انه الاشخاص اللي بمروا بمراحل كثير صعبه بحياتهم، او مثلا بيكونوا نتيجه طفوله صعبه كثير، او عندهم خسائر كثير بحياتهم، هم اكثر ناس بتاثروا بالصدمات. وانا هاي المعلومه ما كنت بعرفها، يعني استغربت انه المفروض انهم يكونوا تقووا اكثر من هيك، بس الظاهر انه جهازهم العصبي بيكون مر بامور كثير صعبه، فعشان هيك لما تصيبهم صدمه ثانيه بتاثروا كثير. بصيبوا اكيد ارهاق احيانا وبصير أكثر هشاشة أو فراجايل أكثر. بالضبط. عبير شو هي الصدمة؟ هلأ إذا إحنا مثلا اختبرنا حدث استثنائي كتير بحيث أثر علينا بطريقة مؤلمة جدا ومزعجة جدا، ممكن أنه نحس بعجز وعدم سيطرة على عواطفنا، وهذا الشعور بيخلينا نتخبط بذكريات مؤلمة، بعدم الشعور بالأمان، بخوف شديد، وممكن أنه ننصاب بعدم ثقة بالجميع وعدم الاتصال بالآخرين. فهي هي الصدمة النفسية. هلأ الصدمة النفسية ممكن تكون بنتيجة حدث استثنائي لمرة واحدة، مثل مثلا حادث سيارة، سرقة، هجوم عنيف جسدي، مثلا كارثة طبيعية، أو تكون نتيجة أحداث يعني أحداث دائمة متكررة، مثل ما أكون أنا مثلا عايش في منطقة حرب كل يوم في عندي صدمة، نتيجة عنف أسري أو عنف مدرسي، هلأ مثلا التنمر، أو تكون مثلا نتيجة موت شخص كتير عزيز أو قريب علينا، أو انفصال عاطفي. اليوم يمكن بدنا نحكي شوي، نركز على موضوع الصدمات العاطفية اللي ممكن أنه تشكل هيك صدمة لكثير من الأشخاص. في مراحل للصدمة؟ هلا في مراحل للصدمة العاطفية؟ اوكي. طب لما نحكي عن الصدمة العاطفية، عجبني مرة شيء وبدي اياك تأكدي لي اياه. دائما بنشوف لما بيحكوا عن الصدمة العاطفية بحطوا قلب مكسور. صح. هاي الرسمة اللي بتعبر عن، وانا يمكن حكيتها بالمقدمة، كسرة القلب. مزبوط. اثبتوا الخبراء انه مزبوط القلب بينكسر. مزبوط. هلا الصدمة العاطفية، مزبوط. هلا الصدمة العاطفية بتشبه كثير فقدان شخص عزيز كثير علينا، يعني مثل الموت. فاكيد هالقد راح تكون صدمة قوية كثير بالنسبة لنا، حتى لو انه احنا بشرنا بانهاء العلاقة، غير انه بعد حتى فترة، حتى لو احنا اللي اخذنا القرار. بالضبط. في لها مراحل للصدمة العاطفية. أول إشي بتجينا حالة النكران، إنه بعد ما ننصاب بالصدمة، لا مش معقول إنه إحنا افترقنا، أكيد إحنا بنقدر نرجع لبعض، بيضلوا في عنا أمل، حتى ما بنصدق كل الناس إيش بيحكولنا، لا بنضلنا مصرين إنه إحنا رح نرجع العلاقة لبعض. هون تيجي فترة إنه نبعث مسجات لبعض، تليفونات آخر الليل، فبيضلوا في عنا أمل. بعد النكران بيجي عنا الغضب، الغضب الشديد، هذه الفترة الغضب على الطرف الآخر، بنزعل منه، بنزعل على كل شيء له علاقة فيه. غضب على الحياة حتى يمكن. طبعا غضب على الحياة، يا الله شو حظي تعيش، شو أنا مسكينة، كل هذه المراحل بنمر فيها، بنصير نسيء له بالحكي، ممكن نبعث له إيميلات ورسائل كراهية بالليل. ثالث مرحلة بنصير زي مرحلة بنصير نتفاوض معه،
او نتفاوض او احنا بنصير نحاول انه نتفاوض، بتشبه مرحله النكران، انه يلا علشان الاولاد، عشان العيله، عشان الاصدقاء، بوعدك اني رح اتغير، بوعدك رح الاقي شغل، بوعدك مش رح اشرب. فبصير هون في مرحله من التفاوض، ممكن نستعين بالاصدقاء انه يحاولوا يرجعونا لبعض. بعدين بتيجي مرحله الاكتئاب، وهاي المرحلة كتير صعبة إنه إحنا نفوت فيها. خلاص لما ننصدم بالواقع المؤلم بعد ما نمر بمرحلة النكران والغضب والتفاوض، ننصدم إنه هذا هو الواقع المؤلم اللي راح يسبب الانفصال. نعم. نكتئب. وبعدين الاكتئاب له كتير مظاهر نفسية وجسدية، عدم النوم، عدم الأكل، الخوف الشديد، تسارع في دقات القلب، فقدان الذاكرة، التعب النفسي. يعني بنمر بكتير مراحل، بنهمل حالنا، وهي المرحلة كتير صعبة، وبنبعد عن الآخرين وبنعزل حالنا عن الكل. خامس، احنا حكينا رابع مرحله، خامس مرحله التقبل. خلاص استسلمنا للامر، وهلا بدنا نتقبل بوضعنا. وهون هاي المرحله رح تاخذ وقت انه احنا نتقبل، وحتى تاخذنا وقت انه نتقبل الصدمه. اوكي، فيمكن تاخذنا من شو بحكوا مثلا، من عده اسابيع لعده اشهر انه الواحد يتخطى الصدمه اللي هو بمر فيها. قديش مهم نتعرف، وهلأ عم نعرف السادة المشاهدين على هاي المراحل، نتعرف على هاي المراحل، قديش إحنا كأشخاص ممكن لا سمح الله نتعرض لمثل هاي الصدمات، نعرف إحنا بأي مرحلة. كتير مهم إنه إحنا نكون عارفين، بما إنه هلأ أنا حكيت المراحل، كون إحنا كتير عارفين بأي مرحلة، حتى نقدر بالمستقبل إذا لا سمح الله مرينا بهيك إشي نقدر نتفاعل مع الصدمة بطريقة نكون جاهزين لإلها ومتحضرين لإلها. هلأ أول إشي، أنا لما بدها تجيني الصدمة كيف بدي أتعامل معاها؟ يعني بعد ما أنا تقبلت ومشيت بهاي الطريق، أول إشي كتير مهم، كتير مهم إني ما أعزل حالي على الناس. كتير مهم إنه يضلوا في تواصل بيني وبين أصدقائي وبين أهلي. إذا أنا كنت كتير متألمة، إني أروح مثلا على زي ما بيحكوا support groups أو دعم جماعي، ممكن أشوف life coach، ممكن أشوف محلل نفسي، بس إني أنا ما أضلني قاعد بالكآبة، اللي لأنه شفت كيف الكآبة بتروح تأثر كتير علينا. أقطع علاقتي كليا مع الشخص الآخر، يعني أمحي أرقابه، لا ادخل على الفيسبوك ولا افوت على، اعمل له بلوك على الفيسبوك، اعمل له كل التواصل الاجتماعي، لاني انا ما بدي اشوف اخباره، لاني كل ما بدي اشوف اخباره بدي اتذكر الالم اللي انا مريت فيه، او اذا انا كنت مشتاقه يعني، فانا بدي اقطعه نهائيا. كمان بدي ابعد كل ذكرياته، الصور اذا كان في بيناتنا ايميلات وات ايفر، اني احطهم بعلبه وازيحهم، او اني اكبهم او اتخلص منهم. ثاني شيء بدي اهتم بصحتي، لانه العقل السليم بالجسد السليم، فأنا بدي أمشي أو مثلا أعمل رياضة، لأن الرياضة بتقوي الجهاز العصبي تبعنا، فكتير مهم أني أنا أقوي حالي. بعدين بدي مثلا، كيف الواحد ممكن يتغلب على صدمات، أنه يتبرع بوقته، أنه يساعد الآخرين حتى يطلع من مرحلة العجز اللي هو كان حاسس فيها. كمان إشي تاني، لازم أكون صادقة أو صادق كتير مع حالي، أواجه نفسي وأشوف إذا أنا كنت سبب من أسباب العلاقة، أسامح حالي إنه سبب من انتهاء العلاقة، طبعا أسامح حالي وأغفر لحالي، بس أكون صريح مع حالي. هل أنا دايما بنقي أشخاص غير مناسبين لإلي؟ أو مثلا شو الغلطة اللي أنا عملتها؟ لأنه هاي كلياتها عبارة عن تجارب إحنا بنتعلم منها للمستقبل، وأكون مقتنع 100% إنه في مستقبل قدامي، وأكيد رح ممكن أتعرف على ناس تانيين ويكونوا مناسبين أكثر لإلي، لأني أنا مريت بهاي القصة وتعلمت منها. أنام منيح زي ما أنا حكيت، وأكل منيح، وأهتم بحالي، دايما أكون مع ناس إيجابيين، أحفز حالي دائما، يكون في عندي دائما فكر إيجابي. يعني عبير رائع صراحة، يمكن أنا هيك صافنة بحديثك وبتسلسل الأفكار اللي عم تعطينا إياها، مبسوطة فيها فعليا. ما في حدا مش معرض لأي صدمة بحياته، وبالذات إذا بنحكي عن الصدمات العاطفية الله يبعدها عنكم، ولكن حلو زي ما قالت نعرف المراحل.
كل مرحلة بنقول ممكن بيننا وبين حالنا هينا إحنا بهاي المرحلة، قريبا رح ننتقل للمرحلة الأخرى ومن ثم لمرحلة القبول، ولكن نأخذ بالطريق وبالرحلة بين المراحل كل النصائح اللي حكت لنا إياهم عبير، وأهم شيء نحب حالنا وما نجلد حالنا كتير. هذا أهم شيء. أكيد. أنا بدي أشكرك كتير عبير جبجي لايف كوت، أكيد مدربة مهارات حياة، وإن شاء الله يا ربي الله يهني الجميع يا ربي. إن شاء الله يا رب. تسلمي. ثانك يو حبيبتي. أهلا مشاهدينا، بهاي الفقرة بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من يوم جديد. أكيد بنتمنى لكم بقية يوم مليانة بالفرح بالحب براحة البال وبعيدة جدا عن كسر القلب، وأكيد بنرجع بنلتقيكم بيوم جديد آخر مع باقي الزملاء. إلى اللقاء، باي باي.